in Gitzrahil. نبغي صباحي صباح الخير يا ليوان اللي غندي سلا الناس ريد في مطف وسين نبغينا غنمشينا رفيقنا يزيد الكوموندون بولحيا ضيف سي سرافيس ان لمان نيجا درميان كدينا صباح الخير وثاني ميرت ميتسلت في العرضه. صباح الخير وصباح الخير جميع المستمعين الكرام وان شاء الله صباحيه مباركه وان شاء الله خاليه من الحوادث المرور. شكرا ان شاء الله يا رب العالمين وشكرا على تلبيه الدعوه حضرات اسقسين غمزورون غمس كوموندون بولحيا ضيف دوينا اكعنان اس الحسابات جردان إغال نيجادرميين أرسا إمير مران ولا يعني غلاكسيدا مقرن إكتران يعني غذيت دي الولاية نمسيلا غضغا تسعة نلموتات دشو إنزمرا دنيني في الآونة الأخيرة وللأسف سجلت وحدة الدرك الوطني عبر قليب اختصاصها عدد كبير من حوادث المرور وخلفت عدد كبير من الضحايا سواء في القتلى والجرحى. وللأسف ما نقولش خير مثال، للأسف المثال تاع حادث المسيلة اللي وقع يوم 14 ديسمبر اللي خلف للأسف 9 وفيات و 41 جريح اللي كان السبب تاعه هو التهور تجاوز خطير مع كان السرعة المفرطة مع تجاوز خطير أدى هذا الحادث للأسف إلى حصيلة حصيلة ثقيلة ومآسي كبير وسط العائلات ووسط الشعب الجزائري بصفة عامة. والسبب كان؟ السبب كان هو السرعة المفرطة حتى أن صاحب الحافلة كان متجاوز السرعة 115 كيلومتر في الساعة إضافة إلى القيام بتجاوز خطير هذا ما أدى إلى وقوع الحادث وأدى إلى الكارثة اللي وقعت في المسيلة إضافة إلى تسجيل حوادث أخرى متفرقة في حتى في ولاية المسيلة بذاتها حادث الدهس الثلاث أفراد اللي كانوا دهسهم القطار إضافة إلى تسجيل البارح حادث ثاني كذلك حادث خطير ثاني اللي أدى إلى ثلاث وفيات وحادث الجلفة البارح كذلك اللي أدى إلى حادث حافلة انقلاب حافلة كذلك أدى إلى 19 جريح. كل هذا حوادث ثقيلة حوادث حصيلة ثقيلة نتيجة لتهور السواق اللي هو يبقى العنصر البشري دائما هو المتسبب الوحيد في حوادث المرور ومن خلال تهوره وعدم الالتزام بقواعد المرور وقواعد السياقة السليمة. كومون دون بولحيا ضيفتنا مد فين يعني الحسابات اللي دغا جرد مد لاكسيدان يقدران دي الولاية نمسيلان دغا تسعة عن الموتات قلان الزقس و تايا يقدران سنة 14 دقوا قرن ديسمبر إذن الله ودغا لاكسيدان يدي لان دي الجلفان يضلي دغا عندا يوان الكار نغيون البوس إنقلاب دوينا إدي جردان 19 ني مجرع دغا تنا مد فين يعني نثمشين إدي خلفان ثلاثة نل موتات يجي غمرا ذا السبب نز زيادة دي لا فيتاس يخدمنا إم دانا نبغى كان دي خمس أيام حضرات الكوموندان بولحيا ضيف أدن مسلاي أفل حساب خمس أيام إتجردم أرسا منذ ابتداء من 15 إلى يوم حتى البارح 20 ديسمبر تسجلت وحدة الدرك الوطني بإقليم اختصاصها 98 حادث مرور مخلفة 36 قتيل و 155 جريح. تبقى دائما الأعداد مرتفعة سواء في عدد الحوادث أو في عدد القتلى أو حتى في عدد الجرحى مقارنة بالسنة الفارطة. هناك نقص في عدد الحوادث نقص في عدد الحوادث وفي عدد الجرحى وفي عدد القتلى رغم هذا لا يمثل رغبة أو سياسة المنتهجة للقضاء على حوادث المرور أو تقليل منها. احنا ماذا بنا يوميا ما نسمع حتى حادث يوميا كما يقولوا صفر حادث صفر ضحية صفر جارح. إن شاء الله هذه كما يقولوا سمو بالك اليوم حضرت ما قدرناش نوصل لها بزاف لأنه يعني الأرقام كما يقولوا تتحدث عن نفسها. لو كان كي قلت حضرت بلي كما يقولوا كاين مقارنة بالنفس يعني الوقت في 2021 كاين هناك نقصان كيفاش واش نقدروا نشرحوا يعني هذه لما نقارن حوادث المرور السنة الماضية بنفس الفترة من هذه السنة نعرف إذا كانت هناك مقارنة العدد الحصيلة نعرف إذا كانت هناك زيادة أو نقصان. كما قلت العام السنة الماضية 98 حادث القتلى 36 الجرحى 55 هذا العام الحوادث 56 القتلى 18 وعدد الجرحى 118 انخفاض في عدد الحوادث انخفاض في عدد القتلى وانخفاض في عدد الجرحى. رغم هذا النتيجة ما زالت مؤسفة جدا والأملنا والغايتنا هو
التقليل إلى أدنى عدد ممكن من عدد الحوائط، أو لما لا القضاء عليها نهائيا إن شاء الله. يعني النقص ليس كبير بزاف حضرات، يعني لا، مقارنة انخفاض بالسنة. كبير في عدد الحوادث ب 42%، تقريبا النصف. عدد القتلى 50%، العام اللي فات كان 36 في 5 ايام، السنه راه 18 في 5 ايام. الجرحى 155، العام هذا 118 بنقص 23%. هذا نقص كبير بصح كما نشوفوا بلي مازال كاين حوادث المرور، مازال كاين ضحايا، مازال كاين جرحى، مازال كاين قتلى. هذا اسمه مازال الامور مازالها شكل خطوره، مازال مؤشر، مازال ضحايا يروحوا، مازالت الناس مآسي، مازال كانت مازال النتيجه غير محققه. واليوم يعني نرى عائلات بأكملها تروح. بالفعل لما يكون عدم الوعي المروري، وما كانش ثقافه مروريه، وعدم التحلي بالمسؤوليه، وعدم قراءه الاخطار، رب عائله ممكن حتى يكون حتى هزم في دراجه، وما متحرك به في دراجه، ما قراش هذه الخطوره، واش راح ممكن تارك تسوق مليح قاري حذرك، يجي يقيسك هذاك اللي مش قاري حذره اصلا، اللي مش مدارك في الحساب، وتؤدي بالعائله تاعك كامله الى الهلاك. هذه العائلات تدخل في اطار المسؤوليه اللي حاملينها معاهم، اللي مركبينها معاهم. تبقى المسؤوليه دائما على السائق، هو المسؤول، ويقدر المخاطر سواء على نفسك وحدك، ولا مع اصحابك، ولا مع العائله تاعك، كي تحطهم في موقف كيف هذا، واش راح تستنى منهم. كوموندون بوحيا ضيف نامد في نعنان الحسابات ديك 5 سنين كي قعدان تنامد باللي غسول ما يعني الحساب ان رنا شويه لو معنا 155 نيم جراح يتجردم ديك 5 سنين وسنه كي قعدان وثاف كان ديال الحساب قال اس قاس 2021 2022 دغا الحساب اي نقصد ما الا نقورني ثغروس قاس اي قعدان دغا 56 لي زاكسيدات اي قلا دي 2021 و ابريد كيان 36 الاكسيدات ايغلاندي 2022 وثنمد يعني غسير من وين كنين نصاوض غير ولاش الاكسيدات ايبردان دي ثمورثنا. نبغي كان داغنا نمسلي كوموندون بولحيه ضيف افين يعني الحملات التحسيسيه نولا بلي غالني جدرميين ياسر بسني جدرميين خدمان سقوطان دي الحملات هكيا لو معنا غرسا نزمر بيني مازال بالك امشوار يتحمل ويصود مر يعني هوين ايدي وين ادنيني فلاس كيدنا ولاش الاكسيدات هو بريد. يعني اليوم حملات تحسيسيه كبيره وكثيره تقوم بها مصالح يعني الدرك الوطني، لكن مازال ما قدرناش نوصلوا الى صفر حادث مرور في الجزائر. صفر حادث مرور ما دامها كاينه حركيه ما شكيش راح نوصل لها، بصح الغايه تناول الغايه تاع الهدف المسطر، ولا سواء من كم المسؤولين بدءا من اكبر المسؤولين في الدوله الجزائريه الى ادنى حتى المجتمع المدني. الغايه منه هو التقليل من حوادث المرور الى ادنى حد ممكن. حتى ممكن يجي نهار بالك نسمع نقولوا حادث، نقولوا فيه جريح ولا فيه حادث مادي، بالك هذه الغايه تاعنا. قيادة الدرك الوطني تعمل في هذا الاطار على الحد من حوادث المرور بجانبين، الجانب الردعي والجانب التحسيسي. الجانب الردعي تعمل من خلال تواجد ميداني فعال للوحدات عبر محور الطرقات والطرق اللي تعرف كثافة مرورية كبيرة. الغاية منه هو التطبيق الصارم للقانون، الجانب الردعي، الصرامة في تطبيق القانون للمخالفين. المخالف لم ينفعش معه تحسيس، المخالف لازم له الردع. الجانب التحسيسي يكون موجه لمستعملي الطريق الاخرين، مختلف فئات مستعملي الطريق او مختلف فئات المجتمع الجزائري، سواء السواق، سواء التلاميذ، سواء الطلبه في الجامعه، او حتى الراجلين اللي يمشيوا على رجليهم. قيد الدرك الوطني في هذا وبمناسبه فتره التقلبات الجويه، قيد الدرك الوطني ارتأت تنظيم حمله تحسيسيه خاصه بالتقلبات الجويه للتذكير من مخاطر القياده في اطار هذه الظروف، التقلبات الجويه، ضباب، جليد، امطار، تلوج، التذكير بضرورة التقيد عفوا بقانون المرور وقواعد السياقة السليمة بالتركيز. هذه الحملة عفوا انطلقت يوم 15 ديسمبر وتمتد إلى 15 جانفي 2023. شعار الحملة هو السياقة بحذر وقاية من الخطر، سوق بحذر باش تقي نفسك وأهلك وغيرك من الخطر. هذه الحملة هي حملة وطنية تنفذ عبر كامل التراب الوطني مع جميع الفاعلين في مجال السلامة المرورية، مثل الأمن الوطني، الحماية المدنية، وحتى المجتمع المدني، الجمعيات التي تدخل في إطار الوقاية والتحسيس بحوادث المرور، وعلى رأسهم كذلك الشركاء المندوبية الوطنية للأمن في الطرق. هذه الحملة ترتكز على عدة محاور. المحاور الرئيسية وهي
التذكير بمخاطر استعمال السرعة المفرطة والتجاوز خطير، كما قلنا على خير مثال هو حادث المسيلة كان بسرعة مفرطة، وكذلك القيام بمناورة خطيرة اللي هي التجاوز الخطير، خصوصا في إطار، خصوصا إذا رافقتها سرعة مفرطة مع تجاوز خطير وترافقها ظروف جوية متقلبة راح تكون هناك كوارث لا محال. هذا السرعة المفرطة، القيام بالمناورة الخطيرة، استعمال الهاتف المحمول، هذه خطورة كبيرة لما تكون ظروف جوية متقلبة، أنت بالك بالكاد تقدر تسيطر على المركبة تاعك، فما بالك ظروف جوية متقلبة وتزيد تستعمل الهاتف النقال، تستعمل الهاتف النقال سواء باليد او حتى بالكيتمان، ما يخليش راسك يخدم، ما يخليش مركز مع واش راك تعمل به، ما تخليش مركز مع السياقه ومع مستعمل الطريق الاخرين. كذلك عنصر اساسي وهام، المراقبه التقنيه للمركبات، حتى تعرف المركبه تاعك واش يخص فيها المركبه، واش هي الاعطال اللي ممكن في المركبه تاعك، لازم المراقبه التقنيه للمركبة تاعك، إضافة إلى المراقبة اليومية، تعرف العجلة تاعك رودة ناقصة رودة زايدة، مسيحة الزجاج سوي كلاس يخدم ما يخدمش، الماء متوفر ولا مش متوفر، لازم المراقبة اليومية. كذا أنظمة الفرامل كذلك لازم تكون مراقبة، تعرف الفرامل تاعك تفريني سير بلاس، تفريني على متر 10 متر، لازم تكون أدرى بالمركبة تاعك وتقوم بتصليحات ضرورية خصوصا أثناء التقلبات الجوية. عدم إخضاع المركبة قمة المركبة التقنية، استعمال الهاتف النقال، إضافة إلى المراقبة التقنية، هذه واش العناصر الأساسية اللي تركز عليها الحملة التحسيسية تاعنا اللي نفذها وحدات الدرك الوطني مع مختلف الواحدين عبر شبكة الطرقات والمحاور الطرقات، إضافة إلى تنظيم ملتقيات وحتى كثرة المنابر تقديم النصائح عبر المنابر الإعلامية وحتى تقديم تنظيم الملتقيات خاصة بهذه الحملة. أتس نقيدين فشو إتم مسليم كوموندون بولحيان أدلغان أدنقل غرسان من بعد كان الوقت شوية 9:38 سريد في مطف ويسين قيم كان دينا غد نغال كان الوقت كا أتسلم إين فجين صحي صغور ألجيري تيليكوم. ألجيري تيليكوم يلس ذس قرف نغالد ديد وانا سريدة فما طف ويسي نكني غان مسلاي سجي غان لدغا اف لكسيدات ني بردان دنتاتي ديد خلافن يعني اطاس انتاتي ديد خلافن اطاس ني مجرح ذي الموثا يعني غدوين فشون انس حيسي في السجي وضغا ذاغن يعني امام الراديو تتزيري تخدم ديما الحملات نحسس دو وعي اف فلكسيدات سجي ني بردان اتسمي خير كان الكوموندون بول حيا ضيف تنامد دفين يعني الحملة يجي يخدمين السرابس لجندرموري تنامد بلية تبدا جس 15 دغوغور ديسمبر وتكمل على مين غدا 15 دغوغور جانفي راديك شمن 2023 دغاد انت تيقلا نطس نتمس في اللاس ثم زواروث دس مكثير فين يعني اس خدم من السرعه ني لا فيتاس ني انثيزلي يعني دقي بردان ودا غنس خدم من التليفون ياك دا غني دي وين مدن ادي رقب تكروستينس مرا قبل يعني مرا ادي دون سيس وثنا مد بلي الحمله يجي تتكمل مره في ناتين نس مرثنا ديما غنقيم في هذه الحملات التحسيسيه يعني غني غ الحملات كي غنحسس مس بولحيه ضيف فين يعني هذه الحملات التحسيسيه واش تضيف يعني نشوفوا بلي كل مره مصالح الدرك الوطني تقوم بهذه الحملات يعني هي ليست الاولى واكيد راح تكون وليست يعني مش راح تكون الاخيره، ماذا تضيف يعني للحد من هذه المخاطر وحوادث المرور؟ هذه الحملة التحسيسية اللي تقوم بها واحد الدرك الوطني دوريا إلى جانب الجانب الردعي اللي هو تطبيق كما قلت صارم في تطبيق القانون، هذه الحملات الهدف منها هو توعية مستعمل الطريق خصوصا مستعمل خصوصا السواق منهم، التذكير دائما ممكن ينسى، سائق متكون حصل على رخصة راه قاري عنده معلومات عنده مختلف ما يدور في قانون المرور، ولكن لما تكون هناك وحدات الدرك الوطني عبر محور الطرقات للتذكير والتوعية وحتى أنه للتنبيه بمختلف بعض السلوكيات اللي ممكن راه انتشرت مؤخرا، التذكير بالوثائق اللي ممكن اللي تكون لازم السائق هذا يحينها وحتى به يراقبها، التذكير بالمراقبة المركبة، ومن ذاك في تقديم معلومات إضافية ولا شرح ولا تبسيط بعض القوانين بعض المواد حتى بعض
لافتات شرح بعض اللافتات لمستعمل الطريق للتذكير دائما، الغاية منها هو التوعية والتذكير والتحسيس من مخاطر حول المرور عبر شبكة الطرقات. اليوم كوماندان ابو الحي يعني شوفوا باللي الناس مولاش ربما كما يقولوا هذه التوعية والتذكير مولاش تأثر فيها، ما نقدروش نقولوا بلي لازم نروحوا لإجراءات ردعية أخرى باش كما يقولوا اسمه نوصلوا باش نحدوا منها ونقصوا من يعني ربما الجزائر هي من البلدان الأولى في حوادث المرور. بالفعل النتائج المسجلة سنويا هي نتائج كارثية مؤسفة جدا. الجانب القانوني إطار قانوني كاين، التوجه الوحدات الأمنية منتشرة عبر كامل التراب الوطني، الردع كاين إلا أنه التحسيس كاين إلا أنه ما زالت الحصائل مستمرة، ما زالت الحصائل رغم أنه نشوف الأرقام تنقص، بصح حادث مرور واحد مؤسف، وفاة واحد مؤسف. ما نقولوش حملة تحسيسية ما جابتش نتيجة، حملة تحسيسية تساعد تذكر توعي ماشي غير السواق، مختلف شرائح المجتمع، حتى داخل المدارس نقوم بالحملة التحسيسية داخل المدارس التلاميذ الأطفال مختلف المستويات التعليمية، لأن هذا التلميذ هذا ممكن هو غدوة راه هو السائق، الطفل اليوم هو سائق الغد، الغاية منه هو حتى اليوم حضرات نشوفوا كما يقولوا السواق ماشي أطفال مي شباب يعني صغار، كاين 15 سنة كاين 16 سنة شوفوهم يعني سوق المركبات، عدم الوعي تاني الأباء. قانون الجزائري يسمح لك بالسياقة فوق 18 سنة، رخصة السياقة فوق 18 سنة، عندك رخصة السياقة تسوق، ما عندكش هذا إنسان مخالف ويطبق عليه القانون بكل صرامة. كما قلت هذه تاني في التربية المرورية تبدأ من كل المستويات، الكل مسؤول عن التربية المرورية، من والدين في المدرسة في المسجد في المجتمع المدني، الكل مسؤول لزرع التربية المرورية. لما نشوف والد يعطي المركبة لابنه ما عندوش رخصة غير كفء به سوق هذه المركبة، هنا نكون باللي لا وعي من مخاطر، سواء نبدأ بالأب هو الأول به نروحوا لهذاك الطفل اللي ممكن هو راه استفاد وراه دار حاجة كبيرة كي دار المفتاح تاع باباه ودار الطوموبيل ولا رضى به باباه وعطاه المفتاح. المشكل هنا هو في الوالدين اللي ما قدرلوش، هو أصلا ما قدرش المخاطر وما نقلهاش للابن تاعو هذه المخاطر واش تكون واش راح يأثر على نفسه وراح يأثر على غيره. كوموندون بولحيا ضيفتنا مدفعين يعنان يعني ديما الحملة ثقية يويد ذا غنا نطبق القانون السيدات ذا قلنا رضغا أنصح رس أكني القانون آذي تطبق وذا غدا غنا تمثل ثقية ثعنا مرة ثميوين ما غذي مولان نغ ولا غذي يعني غذي لكولات ولا ذي الجوامع النص الظلي يويد مرة نغا نشارك أكني أنصوت أنسنقص ذي الحساب يعني غيد سخلافنت نغيد السيقلاون لك سيدة ثقية نبردان الثقية نبغى يعني الكوموندون بولحيا غنمسلي فين يعني الوزن الثقيل ايميا يعني ولا بلي غساكي اطاس يعني نيكوميا نوسني دغني تسبا لاكسيدات كي قيمي وتقدرنا راه القانون المرور. شفنا اليوم يعني خاصه الوزن الثقيل اليوم ماهوش يعني يحترم قانون المرور ويدير كيما يقولوا دي ديباسمون هذوك يعني ايليغال غير قانونيه، واش نقدروا نديروا واش نقولوا واش نقدروا نقولوا حضرات في هذا الموضوع؟ مركبات النقل المشترك للبضائع وحتى المسافرين رغم أن العدد تاعها في الحاضرة الوطنية عدد قليل مقارنة بالمركبات السياحية، إلا أن الحوادث المرورية التي تنتج عليها وخيمة جدا، نتائجها كارثية، نتائجها مؤسفة جدا، نادرا لأن مركبات نقل المسافرين تكون فيها عدد كبير من المسافرين، مجرد ما تنقلب بمركبة يكون فيها عدد كبير سواء من الجرحى وسواء من الوفيات. مركبات نقل البضائع الوزن تاعها إذا كانت خصوصا إما كانت معها السرعة ولا تجاوز خطير، إذا اصطدمت مركبة واحدة أخرى ولا هي راحت راح تكون فيها كذلك نتيجتها وخيمة جدا نتيجة الحجم تاعها والعدد المسافرين اللي يكونوا بها. هاد المركبات دائما قيادة الدرك الوطني تسعى إلى ولا تضع مخطط خاص لها لمراقبتها وحتى لتوجيه الأعمال التحسيسية سواء من جهة الردع وحتى من جهة التحسيس من خلال المراقبة الدورية وتسليط المراقبة العين كما قلت تسليط العين عليها المراقبة كبيرة عليها، إضافة إلى مختلف سواق هذه المركبات يخضعون إلى إجراءات التفتيش وإجراءات الرقابة وحتى الفحص باستخدام الكوشف عن المواد المهلوسة والمشروبات الكحولية.
فيه مراقبة كبيرة على سواق هذه النوع من المركبات. حتى يعني كان هناك إجراء لمراقبة الشاحنات والوزن كما يقولوا سموتها، باش نعرفوا شحال كما يقولوا تمشي وشحال كما يقولوا لا. فعلا المراقبة الثانية تبص كذلك الوزن الحمولة تاعها من خلال وضع محطات للميزان على مختلف بعض وحدات الدرك الوطني في المناطق اللي تعرف كثرة الشاحنات وكثرة الوزن الثقيل وكثرة استعمال النقل، خصوصا المرامل ونقل الحصى. هذا ما يأثرش غير على المستعمل الطريق، يأثر حتى على المركبة في ذاتها، ويأثر حتى على البنية التحتية اللي هي الطريق. حتى نلاحظ خير دليل على ذلك، لما تروح تفوت من هنا جهة الأخضرية الطريق رجعت واد، رجعت بعض المسالك غير صالحة للسير نظرا للوزن الزائد والنوع من المركبات اللي هي وزن الثقيل. كوموندون بولحيه ضيف تنام دفين يعنان يعني ديما القوانين النغ يعني تويلات يتخدم ما الساقية أطاس يعني تنقيدين يتخدم ما الساقية لدغا ذا رقب فين يعنان كيس قرم الكيران يكتعبين إمدانان يكدو يكني دي كوميان يكتعبين السلعة دغا ذاقية الصحراء سم أكثر أكني ويقية أذ طبقا القانون أسدد ذا قنار. حبينا نبغى دغانا نمسلي كوموندون بولحيه فين يعنان المخالفات يعني يتجردم السجير أشحال الصودا لو كانت حدثوا تاني عليك ما يقولوا إحصائيات لربما تاع المخالفات اللي سجلتوها حضرت. عدد المخالفات هو في مثل الجانب العمل نتيجة هو نشاط العمل الردعي اللي يقوم به وحدة الدرك الوطني. عدد المخالفات ما عنديش إكزاكتوم الحاصلة بصح كان هناك صرامة كبيرة في تطبيق القانون، صرامة كبيرة وعدم تسامح مع جميع من هو مخالف لقوانين المرور، لأنه الحقنا وين هذا المخالف ما تنفعش معها عملية تحسيس، لازم له الردع. كل مخالف تم ضبطه أو تم مراقبته من طرف وحدة الدرك الوطني حرر من أجل في لصالحه مخالفة على حسب واش المخالفة اللي ارتكبها. ومؤخرا في قانون المرور هناك بعض المخالفات اللي ارتقت إلى صنف جنح وتطبق بصفة دورية وبكل صرامة، خصوصا بما يخص مركبة نقل المسافرين ونقل البضائع. ربما اليوم حضرت يعني لازم كما قلنا ونزيد دائما نأكدوا عليها تطبيق القانون كما يقولوا على أرض الواقع، لأنه ربما عندما طبقنا على حزام الأمن اليوم كما يقولوا ولاو الناس قاعد يستعملوا، ما كانش كما يقولوا راح يديماري بالسيارة تاعو وما يديرش حزام الأمن تاعو، ربما هذه كما يقولوا لازم نطبقوها أيضا في السرعة في كما يقولوا في قانون المرور. من المفروض أنه يطبق اي مواطن جزائري حصل على رخصه سياقه راه قرا القانون المرور وقال بلي انا راني قادر وقابل بالقانون المرور هذا، تعطوني رخصه راح نطبقه تلقائيا. من بعد لما تكون عنده المركب ولا ما يكون في الطريق يولي حاجه واحده اخرى، ممكن ينسى ممكن يتناسى ممكن قريبا نقول عليه متعمد، لانه الصرامه راح يكون تطبيق القانون بصفة قطعية بكل صرامة من طرف وحدة الدرك الوطني. كما قلت لازم الإنسان يكون قبل ما نحيل لنا البرمي وقبل ما نفرضها عليه هنا هو يكون ذاتيا، ماذا به يكون هو ذاتيا يركب كما تعلم يركب السبتة قبل ما يتحرك. لازم يقيد بالسرعة بعدم بالسرعة المحددة في الإشارة، عدم التقيد، لأنه عدم التقيد بهذه اللوسون راح يؤدي به إلى مهالك كبيرة ليه ولغيره ولا للأملاك الدولة. التقيد بكامل قوانين المرور من المفروض تكون ذاتية قبل ما يفرضها عليه عون سواء الدركي ولا الشرطي. الولاية الأولى اللي تسجلت يعني أكبر حوادث المرور، الأكبر الولايات تسجيل لحوادث المرور هي الولايات اللي تعرف حركية كبيرة، وخصوصا لما تكون ولاية الربط ما بين وإلى العاصمة، على غرار المسيلة اللي تبطل بوابة من الجنوب اتجاه العاصمة، سطيف وعند والبويرة من جهة الشرق الجزائري في اتجاه العاصمة، عين دفلة وكذلك الجلفة لأنه يعتبروا بوابة في اتجاه العاصمة. هذه الولايات اللي سجلوا أكبر عدد من حوادث المرور، وحوادثها دائما تكون كارثية ومميتة، طرق واسعة مسافات طويلة، القادم إليها أغلبيتهم عابري طريق ما مش أبناء المنطقة، ممكن جاي من الجنوب ولا ممكن جاي من الشرق ولا من الغرب جاي العاصمة، الوجهة دائما تكون العاصمة. عدد الحوادث في العاصمة عدد كبير، إلا أنها
ما هيش بهذيك المؤشر الخطير، إصابات خفيفة، حتى أغلبها إصابات حوادث مادية. كوموندون بولحيا ضيف تنام دفين يعني الولايات ادي جردن اتاس يعني الناس الطاقه الناس اللي كثره الاكسيدات نيبردنت الولايات كاعنان يعني انت تيجي تشدون تي مخالف نص منات نتمور تنا غثمنا تنا غل زاير وماديا تيكني تشدون دي سما بدان تمور تغل غل زاير ني غثمنا تنا دي سما ومالو غثمنا تيجي ادي جردن لحساب مقرن دي الاكسيدات نيبردن وسنام كاني ويد اديلي وطبق السيدات القانون كي ويد يا لمدانك أثقة ذر إمي أقبل مراء سكين البيرمينس إذن تان الذي صدقا وردي وفقا أفين يعني أقذر نل كوداجيا نغ القانون نل مرور نبغى دغن أن مثلي كوماندون بولحيا أفين يعني أتاس لي زابليكاسيون أتاس نتاويلات يعني إغلان نغسلابس لجندامري خدمني سنت الساقية استويل الانترنت تكني غد حسن أكثر إمدانا أي دران عن دي الصوت مذي تمساتاقية اليوم نشوفوا يعني مصالح الدرك الوطني استحدثت كما يقولوا اجراءات ولا ديزابليكاسيون يعني كما يقولوا جداد عن طريق الانترنت باش الناس تزيد توعى مثل طريقي اللي كما يقولوا شاك فوا تمدلنا معلومات عن حوادث المرور وش يعني هذه ساهمت باش كما يقولوا تقرب ديجا العمل تاع الدرك الوطني وتنقص ربما في نسبه هذه الحوادث المرور. بالفعل موقع الدرك الوطني مواكبه للتطور الحاصله حتى يتماشى مع هذه التطورات، الغايه منه دائما هو الاتصال بالمواطن، إعلام المواطن، تقديم المساعدة، وحتى حتى هو لما يقدم معلومة حتى يطلب النجدة. قيد الدرك الوطني استحدثت موقع طريقي، هو موقع خاص بتقديم ومعطيات خاصة حول حالة الطرقات للمواطنين في حالة ما إذا تقديم للمواطنين عن شبكة حالة الطرقات، وضوء كما يقولوا وجود حفر، وجود أشغال في الطرقات، راح تنبه مستعملي الطريق عبر هذه القناة، إضافة إلى صفحة الفيسبوك الخاصة بالدرك الوطني اللي هي كذلك تسعى دائما على إعلام المواطنين وخصوصا مستعمل الطريق بكل ما هو جديد فيه شبكة طرقات، مقاطع سوداء، حوادث مرور، ورشات صيانة، دائما حتى وقوع حوادث مرور دائما إعلام مواطني الطريق حتى للتصرف وأخذ المعلومة فيما ينفع المستعمل الطريق، إضافة إلى استعمال كل ما هو مواكب للتطورات الحاصلة. القيد الدرك الوطني تعمل على استعمال الوسائل التقنية المتطورة، مختلف الرادارات المتطورة، استعمال الكواشف عن المواد المخدرة المهلوسات وكذا المشروبات الكحولية، استعمال الوسائل الجوية، المراقبة الجوية للحوامات خصوصا شبكة الطرقات لتعرف كثافة مرورية كبيرة، واستعمال الوسائل المموهة، دراجات دارية ومركبات مموهة تعمل في مراقبة مستعمل الطريق وتعمل اللي يتحايلوا على القانون لما يتحرك من سد أو حتى وحدة مراقبة على الدرك الوطني لما موراها يبغى يدير رايو. قيد الدرك الوطني ارتأس إلى تواجد وحدات مموهة الدرك الوطني، سيارات مموهة ودراجات مموهة، العمل على محاربة مثل التصرفات اللي تكون شادة عبر مختلف الطرقات. نفهموا برك مموهة يعني ماشي كيما يقولوا ما يقلوش الناس باللي تاع مصالح الدرك الوطني، ماهيش مصبوغة بيضاء وخضراء، مموهة باش الناس تعرف مموهة سيارة واحد الدراجة تابعة للدرك الوطني بها دركي بصح ماهوش لابس اللباس الرسمي، وهاد الدراجة ماهيش بيضاء وخضراء، دراجة شوفها درجة مدنية. مثل كوموندون بولحيا ضيفت انا مدفعين يعني يعني غطاس انت ولاتي تصوت غرسة ساقية سيرفيس نيجا الدرميين اللي دغام كدنا ليزابليكاسيون تجديدين يستخدم من ساقية ثقية اذعونا انتاس اكني اتسعل مما امدانا نسوين ايخد من سيرفيس لا جندرمري بزيادة داغن غوطون 10-55 10-55 يعني امدانا نزمرن 10-55 الدرك الوطني 24 ساعة يوميا في خدمة المواطن وفي اعلام المواطن في استقبال شكاوى المواطنين، التبليغ عن خطر داهم في الطريق، مناورة خطيرة خصوصا سواق المركبات الوزن الثقيل ونقل المسافرين، التبليغ 10-10-10-55 دائما في الاستماع ودائما
جاهز. ربما حضرت أيضا، هل يمكن أن يكون هناك ربما دراسات يعني مستقبلا باش نعرفوا يعني علاش المواطن الجزائري يوصل يعني باش كما يقولوا اسمه يدير هذه السرعة وما يخافش من بعد روحه، وتاني كما يقولوا أيضا حضرت ربما راح يكون كما يقولوا اسمه اجتماع تركم دونها مع وزارة الداخلية مثلا مع الولاد باش أيضا نحسنوا يعني عن الطرق تاعنا، لأنهم اليوم تاني هما ربما ساهموا في هذه الحوادث المرور. فعلا الوضعية تاعهم اليوم يعني راهي مقبل كانت الناس كل دراسات تقول من هو المتسبب في حوادث المرور. حاليا عرفنا شكون هو المتسبب في حوادث المرور اللي هو السائق. درك نطرحوا سؤال اخر، علاه العنصر البشري هذا ولا هو السائق؟ ما نقولوش غير السائق، ما يمشي على رجليه الراجل هذاك الثاني راه ما يمشيش فوق التروطوار، حتى هو ما يمشيش فوق الباسرير، راه حتى هو راه مخالف. السؤال الثاني درك، لماذا هذه التصرفات سواء العنصر البشري سائق او مستعمل طريق؟ هنا وضعت قيد الدرك الوطني ارتأت إلى حتى تكوين عنصر بعض الأفراد بعض الضباط في مجال علم النفس المرور، الغاية منه هو إعداد دراسات إضافة إلى وجود مديرية خاصة بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني تهتم بالدراسات في هذا المجال، الغاية منه هو تقديم دراسات تقديم حلول للمسؤولين لاتخاذ القرارات اللازمة للحد من حوادث المرور. قيد الدرك الوطني ما تعملش وحدها، تعمل مع مختلف الفاعلين في مجال السلامة المرورية، مختلف الوزارات، مختلف الهيئات الرسمية، حتى وجود مجلس تشاوري على مستوى الوزارة الأولى يعنى بالسلامة المرورية، تناقش فيه هذه الأمور وتوضع فيه السياسة العامة للبلاد للحد من حوادث المرور. العنصر الأول في يعني في حوادث المرور المتسبب النساء أم الرجال؟ الإحصائية تقول باللي العنصر الرجال بأكبر عدد ممكن، لأنه ما زالت عندنا الثقافة تاع السياقة تاع المرأة، ما عندنا كانش بزاف هنا في العاصمة المدن الكبرى كاينة، بصح في مدن واحدة أخرى ولايات واحدة أخرى العدد قليل، وهذا ما يؤدي إلى ظهور العامل عامل الرجل عامل الجنس الذكر هو المتسبب الأكثر في حوادث المرور. كما نضمو الحياة ضيف تنام دفين يعني ديما تاوي التي تخدممت الذي يوث لا كوميسيون بالدماء نغيوس نتقاموت بالدماء دنتا تيك خدمين إينا ديا نكني أنصوض أنوالي ونعلم إيوشون يعني لاكسي دي تاقيا نبردان النوت دي تمورتنا نل دزاير دغا مم يعني قولي فم زوارو ويجيان تلا يوث نل جناب بالدماء دي ناظن تاتي كسكلفن أسات مسل تاقيا نلاكسي داث ني بردان دي أث مورثنا. الوقت مازال دقيقة كان كوماندان، بلك توصيات ولكن ما يقولوا اسم النصائح اللي تقدموهم اليوم. ننصح مستعمل الطريق خصوصا التقلبات الجوية، هذه الفترة التقلب الجوية، التقيد بقواعد السياقة السليمة، احترام قانون المرور، خصوصا الابتعاد عن السرعة، التجاوزات الخطيرة، موجه إلى خصوصا سواق مركبات الوزن الثقيل والنقل المشترك للمسافرين. وهناك برنامج خاص من طرف مصالح الدرك الوطني، إن شاء الله تكون شتاء يعني إن شاء الله تكون شتاء، وإن شاء الله نكون إحنا على قد مستعمل الطريق على قد المسؤولية، يتحلى بالمسؤولية التقيد بقواعد المرور وقواعد السياقة السليمة حفاظا على نفسه وحفاظا على من معه وحفاظا على أملاكه. تنميرث كوموندون بولحيا ضيف سنم الدفين يعني النصايح ويد السجين أمدانك نين أذي قذر القانون أنه بريدك نين أذي حذر في تزمرثي ناس تزمرث نمران ويد يتدون ذقو بريد دغان سوكانو تدغر ثقيران تدويل تأو السجين إلا دي نغل كوموندون بولحيا ضيف سجسر بس نيجا درميا إراد في سقسيين تدويل تنغ إن بقيا نصبحي تقديني تنميرث شكرا على تلبية دعوة كوموندون، وإن شاء الله كما يقولوا بالتوفيق في العمل، وإن شاء الله نوصلوا بإذن الله حتى ولما وصلناش صفر حادث مرور أمو يعني نقصوا شوية من لأنهم كوارث يعني كي نشوفوا هذوك الحوادث اللي راهم يصراو والله غير سو كانوا تدار ثقيران تدويل توسقي غنكون ديني غنجيون لهنا أرثو فاس